مرحبا بكم من جديد في العدد الرابع والجزء الرابع من بالسياسة مع مصطفى. ريم عماري، كنا نحكيو على التجربة الإعلامية تاعك ومازلنا في مطار الدوحة. يلا أوكي، قولي لي حاجة، وش الحاجة اللي توحشتيها في الإعلام وحبيتي تديريها؟ الحاجة اللي توحشتها honnêtement, bon, j'ai un parcours assez atypique. Je suis ingénieur de formation et tout. Et non, moi, je trouve que le monde de l'audiovisuel, il est en évolution et tout. Donc, l'afdal هو الاخبار ولا le côté prod, divertissement. Alors, Anna, je suis une enfant de l'info. جميل جدا. Voilà, j'ai une expérience dans la production aussi, attrapant dans la période des jeux méditerranéens. J'avais un talk show au cœur des JM, donc j'ai reçu pas mal de personnalités et tout. C'était une très belle expérience. Moi, j'aime bien les deux. ما تظنيش باللي ناس كيما انت بلا كيما انا عندنا كاركتر شويه خشين اونتر كيومي وما نقبلوش كلش وما نحبسوا شويه. صرالنا ونساي دالي بالك حنا نغلطوا بالك ناقصين ماتوريتي ثانيه في واحد الوقت، بصح صرالنا وين ما لقيناش بزاف روحتينا في عديد الاماكن اللي جينا منهم. سي فري او با؟ الوغ اونيتمون واحد الاعلام بون سيتي اون باسيون اي سي ديفوني اون فوكاسيون. فوالا ابري واحد كيحب بلادو. Et moi, c'était un honneur pour moi de servir mon pays à travers sa télévision nationale. Après, mais des bénins, on dit toujours un plus. Il doit être dire de résider, déjà, malgré moi, je suis encore jeune. Exactement. Mais il faut avoir une vision, il faut avoir une vision. Même si j'ai beaucoup à apprendre de mes aînés. Allah ybarak li rahom hna ya hadrin. Khassatan babana fi l'i'lam. Exactement. Alors, il était au préparé, il était خدم. Il était là مقبل 36 سنه في التلفزيون. انا بنتي 38 سنه ناقص عامين. ما كاش مديكلاري. ما كنتش 84 كنت مراد ديجا. 82 كان تما. كان بالكاش ولكن حبست كي نحاوني من التلفزيون كي نحاولي الباج وقالوا لي روح لدارك. نحاوه ثاني. اه بعد انت السبب تعرفه. لانه في الحمله في الانتخابات احنا ما مشيناش مع المرحوم بوتفليقه، مشينا مع الامين العام تاع الحزب، وبالتالي قال لك هذا ما دونك. كي رجعت للتلفزيون كانت توجيهات اوامر بالتليفون على اساس انه هذا ما تخليهوش في التلفزيون. ما ياك ماشي ابراهيم صديقي اللي دارها. انا طبقتها. طبقها ديريكت ابراهيم. معليش هذه مرحله ومرت. دونك في هذيك كي قدمت الاستقاله بعد البرلمان ياك جيت وتجوزت عامين معكم في التلفزيون كي قدمت بعد قدمت الاستقاله لانه خلاص همشوني ما وليتش نخدم يعني انا قلت فو ميو جو ديميسيون قدمت الاستقاله دونك هاد العامين هادو ريحت في الدار قاعد نتفرج من بعد يا اخي بديت لكن مالغري القنوات الخاصه يحسبوا لك في المشوار الاعلامي تاعك لانه ما تريح في الدار لكن لا زلت صحفي ولا زلت اعلامي ولكن مهنيا يعني ما نشطش مهنيا تفضلي ريم عندك تعليق لا بس قطعتها انا تفضل ليري لكن يبقى التلفزيون الجزائري مدرسه للاعلام كون لو فوي او با اي دايوغ عندنا استاذ بوتاجين كاين استاذ حفيد دراجي استاذه ثريا بوعمامه اي فوالا حنا لا جون جينيراسيون اون في لو ماكسيموم بور ابروندر دو اي فوالا اي اون ايساي اوسي دابورتي لا توش تاعنا جيسبر برك اون اورا اسي ديسباس pour porter la voix تاعنا. التلفزيون العمومي الجزائري مراد تعرف خير مني دابور قدم شهداء للصحافه اي سي لا نوسيون اكزاكت شهداء بيتم معنى الكلمه اللي ضحوا بالكلمه بالصوره وبالصوت الله يرحمهم. اسماعيل يفصح اونتر اوتر وكاين ناس التلفزيون الجزائري تلفزيون عريق يعني مثلا عربيا الكويت برك اللي داروا قبلنا تلفزيون بكري هكذايا مي احنا رقم 2 1956 بدا التلفزيون الجزائري. هذاك ستوديو ان اللي تعرفوه والاخر وبدا البث نتاع التلفزيون الجزائري. شيء اخر يحسب التلفزيون الجزائري انه تاقلم بكري مع كل المستجدات التقنيه هذاك الوقت. بون التلفزيون الجزائري ما تاخرش على الباليت سيكام ما تاخرش على امور اخرى اللي جات من بعد في الجانب التقني. عندنا تقنيين في التلفزيون الجزائري ما شاء الله نتاسف بعضهم راح ريتريت
انا رايي الشخصي انه الخبره ما تروحش للفلات نورمالمون يعني. على كل حال مي عندنا دي جون فريمون اللي نفخروا بهم في المجال التقني. على مستوى المضامين عندنا اسماء كبيره الحمد لله انه في الجزائر ولا حتى كيروحوا من خارج الجزائر الى قنوات اخرى يروحوا في مواقع مهمه جدا ومتقدمه. تلقاه رئيس تحرير، تلقاه مقدم رئيسي، تلقاه مخرج كبير ويعتمد عليه في اوروبا او في البلاد العربيه. وقادم الايام ان شاء الله ستكون في صالح التلفزيون الجزائري اكيد، مع في انتظار القانون الجديد اللي راح يكون سند لكل المشهد السمعي البصري الجزائري. انا عندي تعليقين فقط على ما قالته ريم عماري. اولا هي ذكرت مراد بوطاجين، قالت لك الاعمده تاعنا والاساتذه تاعنا وحافظ الدراجي وصهيب ابو عمامه، وما ذكرتش ابراهيم صديقي اللي معاها في طاوله اللي 8 سنين هو مدير اخبار في التلفزيون العمومي. ما خليتوش تكمل، كانت راح تكمل، انت راح تحكي شكون ينسى ابراهيم 8 سنين هو مدير اخبار، يعني كان يشرف على كاع الصحفيين. وتعليق ثاني كي قالت جاي ان باركور اتيبيك، حقيقه لم تخني الذاكره لانجينيور جيولوجي، لكن انا رايي ما نقولش كاع، لكن الكثير من الاعلاميين اللي نجحوا ماهمش ما داروش صحافه. صحيح صحيح، انا جو كونفيرم لي ميور جورناليست دو بوين دو فورماسيون ديجا هما اللي تفورما ايور بكل صراحه. يعني لا فورماسيون تكنيك سيانتيفيك الي بلو لور سورتو لي دارو لي سيونس دور، باسكو كون تو في اون سيونس دور سي تري فاسيل داريف على اون سيونس مول. L'inverse est très difficile. Tu parles de la médecine. Je ne sais pas si tu es un ingénieur en géologie. Non, c'est un هذه. ولكن ما ناخذوش كذلك المقدمين النشرات كعينه، لان الصحافه ماهوش ان بريزونطاتور دو جي تي، كاين صحفيين يشتغلوا في الصحافه المكتوبه في الاذاعه ويشتغلوا كذلك يعني في النقد السينمائي. الصحافه سي لو تيران وسي الصحافه سي لو تيران سي با لو بريزونطاتور دو جي تي سول. لا ميور ايكول دو جورناليزم سي لو تيران هو الروبورتاج. انا حبيت نقول بلي اللي قراو الي تي اف سي ولا سافو با دير كيل ديميريت هاد لي بوست ولا، مي حنا ومادا بينا كون كيلكان باغ اكزومبل. انا دون مون كا كون جي اونتامي دي زيتود اون جيوفيزيك تي ايتي بريسك عندك تاريخ لا تخانتني الذاكره باسكو ما كوريجي دونك جي ديكوفير ما باسيون للاعلام. Et du coup, voilà, je voulais devenir journaliste. Mais il faut faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre l'éclame ou le mouqaddim hissas ou le mouqaddim nacharat djawiya ou qui a des talk shows et un journaliste. Voilà. Le moumère, ça. Exactement. Parce que le journalisme, c'est d'abord le terrain. Le terrain, c'est واحد يدير تقارير, c'est tout ça, c'est toute une école. Je suis passée par les étapes et après, je suis passée à la présentation de. Mais j'ai tiché mal à dem, يعني ما رحتش حتى قالوا لك maquillage studio. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. مقدم الأخبار سمح لي الأستاذ مقدم الأخبار ماشي واحد قارئ. C'est pas un TV anchor ou là, je roule juste il qu'ira wesh mkitbou lou ou ykitbou lou fi le prompteur. C'est lui qui rédige son propre journal. C'est ça, c'est lui qui prépare les questions, t'as les interviews, t'as où. Bien sûr, après qu'il y a une ligne éditoriale, yahtarmha, mais dans l'ensemble, c'est ça. Exactement. تفضل سي إبراهيم عندك كيف في قنوات بالك باش ما يزعفوش عليا الصحفيين تاع الاوديوفيزيوال اللي يخدم في قناه سمعي بصري. ما يكفيش زعما باسكو انت صوتك شباب تقرانا ولا باسكو تكتب مليح. انت صحفي في سمعي البصري تكتب مليح روح صحافه المكتوبه، صوتك شباب روح للراديو روح لوبيرا تغني لا لوبيرا. مي واش لازم هاد الصحفيين وهذا النداء لولادنا وبناتنا اللي راهم هنا باش تخدم في قناه لازم يكون عندك مينيموم نتاع المعرفه بمهن السمعي البصري. هذا هو الصحفي اللي يخدم في سمعي البصري. بال فوا اوكي انت امام الصوره انت وصوتك وشكلك فونات كان سيبور للصوره سي ليماج المهم في عقلك هي الصوره اللي كنخدموا في الاوديوفيزيوال هي الصوره. لذلك انا نلاحظ انه بعض الصحفيين حين يلتحقون جددا الى قنوات اعلاميه
يركز في البابي تاعه ويدير لنا قريب يولي لنا يشعر لنا يدير لنا الشعر مرات ولا عم بالو يفانو بلاغ نو ماشي هذه خدمتك ماشي هذه خدمتك خدمتك انت ان تنقل لنا خبرا خبرا كما يجب بالمعطيات تاع الخبر تاع ما نكمل الفكره برك و كل ما يهضر عندك مشكل مع ابراهيم ابراهيم ديما يمد لي تعرف وشنو اون ريجي ابراهيم ما تفيدوش على روحك وريم سؤال ليك الى غيزون واش تعلمنا في التلفزيون العمومي احنا تعلمنا ليسونسيال لو ريبورتاج نو مي فو دير بلي لو جورناليزم نو سو ليميت با ا لا بريزون ا لا بريزونطاسيون اكزاكتو يا بليزيور دوت بليزيور ميتي باغ اكزومبل كو سا سوا دان لا تكنيك كاين لي رياليزاتور كاين لي مونتور كاين ديريكتور فوتو دونك هادو بلا هادو كامل صحفي بلا هادو كامل ما والصحفي حنا نشوفوا لا مود يجي يقول لك حبيت نتوظف ما نكون مقدم اخبار ماذا بك يعني صحيح مصطفى هادو ما كامل هاد النقاط اللي هضروا عليهم ما يجوش من العدم دوك اني تيديون راهو في لافاك راهو يقرا صحافه ما نجوش نقولوا باللي يعني صح هي حقيقه اغلب الصحفيين ولا الصحفيين الكبار انا نشوفهم ما قراوش الصحافه ولكن الجامعه الجزائريه خرجت صحفيين كبار نص منهم راهو في الجزائر ولا كاينهم في الخارج الى اخره كبار في السن ولكن كبار في المقام وفي الخبره بصح ابراهيم كيجيو نهضروا على المونتاج وعلى لي تكنيك وعلى الاساسيات تاع السمع البصري اللي لازم يتعلمهم الطالب هذا يعود على عاتق الجامعه يعني اذا انت طالب جيت تقره غير نظري ما عندكش تطبيقي وتحوسه ويروح للميدان لتماك ويعرف هذوك الامور التطبيقيه عوينا كاين هذا ليكس بريزونطاتور جي تي في قناه فرنسيه وكتب كتاب كان يقول فيه لا تيلي غون فو مي موا جو مو سواني الاشكال الاساسي في التلفزيون عندنا ان الناس يسوت لي زيتاب لو ديبي سي لو تيران تتعلم برونو مازور لازم تروح للاساس الاساس هو الميدان تتعلم كيفاش دير اونتروتيان كيفاش دير لي بلون كيفاش تكتب لان اظن اساسه ابراهيم صديقي شاعر وكاتب ممكن واحد يكون كاتب وما يقدرش يكون صحفي ابراهيم لماذا لان اللغه الصحفيه لو لونغاج دو لا بريس مخالف للغه الادبيه هذا واش يقول ابراهيم شاعر بصح جامي سمعتو دار ريبورتاج بالشعر تاعو الشعر تاعو حاجه الاعلاميه لازم تجاوب على طلبه الاعلام هنا لي 5 دبليو يعني وشنو هما دبليو اتش لي كيسيون لي 5 كيسيون العميد تفضل العميد حاجه مصطفى بالنسبه اولا شكون هو الصحفي او شكون نبقى في السمع البصري شكون هو الصحفي ولا الاعلامي اللي يجي للسمع البصري اولا الدراسه يكذب عليك ولو حنايا بعض المؤسسات ربي يسمح لهم على كل حال يوظفوا ناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالدراسة يعني ولو ما نقولش ما عندهمش ولكن مستواهم ما لا يتماشى والدراسة الفعلية باش يكون صحفي هذه واحدة هذه الدراسة هذو اللي راهم درك راهم يدرسوا لما يخرج كي يجيونا مثلا 20 صحفي يجيو هنايا قناة الحياة في العشرين هذوك ممكن واحد فيهم ولا وحدة فيهم اللي عندها الصفة والميزة نتاع مقدمة أو مقدم أخبار هكذا مقدم ما نقولوش أخبار مقدم ممكن زوج واحد أخرين عندهم صفة تاع التنشيط ممكن أخرين عندهم صفة تاع الريبورتاج تاع التحقيق تاع الحوارات إلى آخره إلى آخره خليني نكمل هذه شبه يسميوها شبه الاختصاص في السمع البصري هذه منين تجي؟ تجي منها موهبة إلهية كل واحد ربي واش عطالو هذيك الموهبة من بعد المرحلة الثانية وشنو هي مصطفى؟ بعد الدراسة ومن بعد نعرفوا الموهبة تاعو هذه وين رايح يمشي لأنه التقديم ماهوش كيما التنشيط التنشيط أنت اليوم راك تنشط ما راكش تقدم مصطفى لا لا راك تنشط داكور الريبورتاج تكلم على اللغة الأدبية اللغة الأدبية ما نوجدوهاش في التنشيط ولا في التقديم ولكن نوجدوها في الريبورتاج الريبورتاج يعتمد على جمالية الصورة و الجمل الأدبية بارك الله فيك نكمل لك دونك المرحلة الثالثة واش هي مصطفى
هي الاجتهاد. درك هو عنده هذيك الموهبه بصح الا ما اجتهدش وما خدمش وما تبعش وكما قال ابراهيم ما عرفش لي تكنيك تاع الاوديو فيزيال فيما يخص المونتاج فيما يخص الانفوغرافي لا هنا ما ينجحش. يعطيك الصحه. نختموا هذا الاشكال الصحافه سي ليسبري دو سينتيز. الصحافه سي اون غروند كولتور اوسي سي فري ريم ولا لا؟ اكزاكتومون اكزاكتومون. اي جي ان بيتي ميساج ا ترانسميتر للطلاب تاعنا الشباب اللي راهم حاضرين اليوم اللي عنده حلم كسوا في الصحافه ولا يفو اكزيرسي ان اوتر ميتيي نقول لهم اليزي فو كورير ابري فوتر ريف وميم اذا ما كنتوش ما تقراوش فورسيمون هذاك التخصص Ça ne veut pas dire que les classes, comme je disais, les dés sont jetés et les choix sont faits. Non, vous pouvez faire des formations en parallèle. Par contre, moi, je n'encourage pas واحد ما عندوش ما يخدمش على هذيك الحاجه ويروح يقول لك voilà, même si je n'ai pas fait هذيك la spécialité ou la maqareet هذيك الاخر, mais je veux quand même faire. Il faut travailler, faut se donner les moyens. Et aussi, الشباب اللي راهم يقراو دوكا à l'ITFC, il ne faut pas se limiter à la formation universitaire parce théorique. Que exactement exactement ou هذا شفتو قطعتك وقيله سامحني نكمل هما علموني قطع ولا راهي امين يلا ما قالناش الوقت Par expérience, quand on recevait des étudiants qui ont eu leur projet de fin d'études, ou le master, ou là, que nous avons eu l'année à l'époque, voilà, où je suis allé au studio, où je suis allé au studio, où je studio, où je suis allé au studio, où Voilà. Il y a un autre point important qui est malheureusement allé au stade Botadjin par rapport au recrutement. Quand on voit le nombre de diplômés par année de l'ITFC et le nombre de recrutements dans les chaînes privées, il y a un écart. Donc même un qui est réaliste. Il faut que l'offre et le talab soient égaux. Ibrahim Saddiqi, nous allons revenir بطريقه اخرى لهذا الموضوع لكن خلونا نروحوا شويه ثقافه مع الاستاذه العظيمه الكبيره صبري نعوينه صبري نعوينه عندك ثانيتين تفضلي هذا مثلا نزيد نقصد لي ثانيه وحده تكشف يلا وحده تفضلي اصبري كملوا الاساتذه الهضره ونبداو الاساتذه كملتوا الهضره الاساتذه انا ديفونديت تفضل نواصلوا معاك تفضل شكرا روحي صبرينا دونك جبت لكم زوج اخبار لليوم الخبر الثقافي الاول هو اطلاق معرض جماعي متنقل يضم 63 فنان تشكيلي باتجاه عديد ولايات الوطن وهذا في اطار كي غير نخضر في ابراهيم يجيني الالهام في اطار ذكرى 60 لاستعاده السياده الوطنيه وهذا ابتداء من 26 ديسمبر الجاري واللي عنونوه ب 60 سنه من الابداع التشكيلي والتصويري الجزائري وهذا يعني المعرض راح يتم اطلاقه من قصر الثقافه مفدي زكريا فوالا مهم جدا لانه تقصير كبير فيما يتعلق بالفن التشكيلي رانا مقصرين معاه بزاف في بلادنا منذ سنوات وما سمعناش بنشاط كبير تاع الفن التشكيلي والفنان التشكيلي في الجزائر وضعه صعب جدا ومعقد اذا كان يعيش من المهنه هذه لا ينتظر الكثير ما فيهاش صح ما فيهاش رغم انه عندنا مبدعين قامات كبيره صح لا الان هذا اهتمام هذه اشاره مهمه لأن القطاع الثقافة يهتم بهذا الشريحة الهامة من الفنانين هذو اللي عايشين أما الذين سبقونا الأسماء العظيمة في الفن تاع التشكيلي وكذا فيجب إعادة بعث أمجادهم وإبداعاتهم من جديد عبر المنظومة التربوية عبر الندوات لقاءات معارض وما إلى ذلك عندك خبر ثاني؟ عندي خبر ثاني مصطفى اللي هو كان خلال هذا الأسبوع احتضان المجلس الشعبي الوطني الاحتفالية ولا دار احتفالية رسمية يعني باليوم العالمي للغة العربية اللي صادف كل 18 من شهر ديسمبر يعني وكان المجلس الأعلى للغة العربية طبعا نعم. وتحية كبيرة للمجلس الأعلى للغة العربية وللبرلمان أيضا على هذه الاستضافة هذا الإطار إبراهيم يعني كان أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بقرار رئيس الجمهورية باش كاعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أولى يعني دائما يعاود يولي الإشكال تاع اسكو
نخليو الفرنسي ولا الانجلي. لا لكن يحسب له المجلس الاعلى للغه العربيه ما مشي يهضروا عليه وسائل الاعلام بزاف، دونك ما اعطيني فرصه صغيره نهضر عليه. انا لست عضوا فيه لكن اعرف. يعني انت تريد ان تكون عضو يعني؟ لا مانيش عضو فيه، انا ما انا لغوي، انا لغوي مي محبي الشعر. شوف انت عضو دو فاكتو باسكو تحب اللغه وتتمكن من اللغه. تفضل. الجهد اللي راهم يديروا فيه على اللغه العربيه جهد بناء وصامت. هادو الناس ما يديروش بزاف الحس على اللغه العربيه، يخدموا في صمت. انا حضرت لهم ملتقيات وشفت من اجمل الاشياء اللي داروها هي جمع وطبع مجلد محترم، كتاب كبير للنحوي الجزائري الذي وضع ألفية في النحو، هو أول واحد في التاريخ قبل ألفية بن مالك اللي هو بن معطي الزواوي رحمه الله المدفون بمقبرة الأزهر في مصر. خدموا عليه، داروا الترجمة تاعه وحياته وما إلى ذلك، وفي هذا خدمة كبيرة للغة العربية أيضا. صحيح. يعني لأنه هذا السيد هذا كان منارة في مصر، في مصر، ولما تقف على قبره في مصر تقرأ هذا قبر ابن معطي الزواوي البجاوي المصري، هو ما هوش مصري، جزائري على كل حال وكاتبين المصري. رابيدمون سنمتحن الثقافة العامة للصحفيين والأساتذة اللي عندنا بعد قليل في الطابلو. صح ولا غير؟ مراد بوطاجين تارو ماركي بلي راك تي لو كريتيك بزاف وما هضرش معاك يعني باسكو انه يزا كريتيكي هذا. لا لا على بالي علاش. لا راك شاف لي زيبيسولي فاتو الا كريتيكي ابراهيم ما طرق حتى واحد، هو ما طرق حتى واحد وخلاص على نسيتي ولينا. اليوم راه مقلق. لماذا؟ لانه ما تدخلش بزاف، ما تدخلش لانه على باله بلي انت ستستدعى الى مهام اخرى وماش حاب يدور عليه. انا اسمع، انا ما ندورش عليه احتراما له لانه فهمت سي لو دروا دي ناس هذا يسموه، ولكن كي تخلص الحصه كاع نبيكه ان شاء الله. يلا فالطابلو عطونا السؤال الاول. عطونا السؤال الاول من فضلكم. ما هو المنتخب الذي انهزم ثلاث مرات في نهائي كأس العالم؟ هل هو منتخب إسبانيا، هولندا، بريطانيا، أم البرتغال؟ اي باسكو ريفيزات ريم تفضلي. سي فوز افي رماركي انا ما نهدرش كي يعطوا لي زعما الكلمه باش نهضر. كاين اداب الاكل وكاين اداب الحديث. يعطيك الصحه ريم تفضلي. دوزيام بروبوزيسيون هولندا. هولندا استاذ كوم إلا دي هولندا كوم إلا دي ال استاذ. انا يبان لي الماتش مبيوع هولندا. يلصق شامبيون. تفضل سير رمضان. جو بونس هولندا لان تفكرت زوج 74 خسروا ضد المانيا، 82 خسروا ضد الارجنتين. لا 82 ماشي هما، 82 ضد ايطاليا البرازيل. 78 خسروا ضد الارجنتين وخسروا مره اخرى في السنوات. اذا هولندا. هولندا استاذ بوطاجين. هولندا استاذ. عندي ثقه في الاستاذ مراد بوطاجين. هولندا الثالثه اللي نساها رمضان كان هو في جنوب افريقيا فكاس العالم خسروا ضد اسبانيا وكان حاضر. كان لاتي هذاك. اذا ما هو المنتخب الذي انهزم ثلاث مرات في نهائي كاس العالم؟ اعطونا الاجابه من فضلكم. غير 10 على 10 للجميع يعطيكم الصحه. اسبانيا لحقت خطره وربحت، بريطانيا لحقت خطره وربحت. لما يقدم لكم القيمه المضافه من بالعزوك. سؤال ثاني من فضلك. متى بدأ نظام كأس العالم ب 24 فريق؟ في 1974 القديمة، 1978، في 82 ولا في 86؟ تفضلي صابرينا باش ما نخليكش تكوبي كاع اللي بدا بيك. 74 جو كخوا. 74 مراد عندك دروة تتصل كاش واحد من العائلة باش يعاونك. 78 رمضان. الان كاين 32 فريق ثم رايحين يوصلوا 48. انا بالنسبه ليا اظن جيزيت 78 و 82 اظن 82. ابراهيم 74. بلعزوك 82. ريم دوكو جيزيت انتر تاخذي راي لصقي في بلعزوك وما تخافيش ديما يبين بلي ريفيزيبل ماشي يا هو يا مراد
ماشي مبانجيو نعطيك تاريخ كاع ألف كأس العالم بدات 1930 قال لي لادين فوا صادق اللي كان معنا في 34 يلا دقيقة من 30 من 30 ل 82 كان فيها 16 فريق ومع 82 بدات ب 24 فريق 98 98 ولا 32 فريق دونك 82 يلا الجواب من فضلكم متى بدأ نظام كأس العالم ب 24 فريق 1982 98 الإجابة الصحيحة أول مرة في إفريقيا مشاو زوج فريقين مشى الفريق الجزائري وفريق الكاميرون ومن قبل كانوا يمشي فريق واحد فقط يمثل إفريقيا السؤال الثالث الخطرة الجاية إن شاء الله يكونوا 8 السؤال الثالث يكونوا 9 فرق إفريقية السؤال الثالث متعلق بشيء آخر من غير الرياضة شوفوا معنا كم ملكة جمال نمتلك في الجزائر هذا السؤال مصطفى الإشكال هو أن كاين بليزيور كومبيتيسيون شاك كاين مسابقات أوفيسيال واحد يقول لك أوفيسيال واحد يقول لك وبعد يروحوا ملكة جمال العرب ملكة جمال أونيفير ملكة جمال لومون أنا بور موا كيل كو سوا لو شيفر كون فا دوني سخا با غير لو شيفر كون فا دوني متعلق بمسابقات أوفيسيال رسمية رسمية باسكو كيما قالوا سي فغي أفون يافي أن سو كونكور أوفيسيال سيتي لو كونكور ناسيونال ميس ألجيري أبخي Bon, ça, c'était en 2013-2014, l'année où j'ai été élue. Donc, c'était vraiment la reprise. Avant, il n'y avait pas de concours de Miss. Surtout... C'est pour cela que nous n'avons pas beaucoup. Le Je ne pense pas que ce soit 11. Je vais dire... Brahim, tfaddal Mourad. Je vais dire 12. Je vais dire 11 et 12. 11 هنا 11 انا نقول مسابقه رسميه لو كان ناخذ ميس الجيري راح يكونوا عندنا ربع لي ميس مي جو كرو 11 اوكي تفضل ابراهيم 17 انا ما نعرفش كل صراحه بون سو بازون سور لو كونكور ناسيونال اوفيسيال جيري 11 عطونا الاجابه 11 وكاين وحده فيهم راحت المسابقه عالميه ولا ما كاش بالعزوب نظن كاينة واحدة في 2002 لم تاخذني الذاكرة كاينة واحدة واسمها لاميا وخيل اكزاكتومون لاميا كيفاش ريم؟ جو مو رابيل با دو سون نون كاين واحدة واسمها لاميا راحت بون هي صاحبة صابرينا بصح ما حبش تدخلنا برك عليها يلاه عطونا سؤال واحد آخر سبور مراد وجد روحك انا سي كلاسي اسلا طرح سمعت على بكري المخر ما هي دورات كاس العالم التي سجل فيها اكبر عدد من الاهداف قطر 2022 وروسيا 2018 الولايات المتحده الامريكيه 1994 ايطاليا ولا قطر ولا فرنسا تعرفوا ما نقراهمش كاع يلا وحده الزوجه الثالثه ولا الرابعه مراد خليني نشوف اوكي خليك تشوف ابراهيم اوكي نزي خليك تشوف ايطاليا avec certitude la quatrième proposition فرنسا 99 برازيل 2014 مازالك في الدوحه مازالك ما طرت مازالك ما طرت الدوحه لازم نديروا الشطر الخامس تاع الحصه باش تحكي لنا المغامرات اعطي لنا حبيت نهضر على هذا العام سجلوا عدد كبير من الاهداف وتاع 98 كذلك نتفكر في فرنسا سجل عدد كبير من الاهداف لان الهجوم كان Moi aussi, je vais pour la quatrième option. Quatrième et quatrième. Voilà. Et habite Nader Khassatin, les événements culturels qui ont été organisés en marge de la Coupe du Monde. Donc, on continue avec ça parce qu'on n'a pas le temps. Tfaddal. Ibrahim. Nta, Blazouk. Ana, أظن أنه الإجابة الرابعة كما قالت لأنه حط من الرقم القياسي وقالوها بلي حط من الرقم القياسي تاع الأهداف 172 هدف والرقم اللي قبله كان 171 هدف في فرنسا والبرازيل يعني حطوها بهدف واحد في هذاك النهائي الهدف تاع مبابي هو اللي هدف يعني حسب لي شويه على الماتش من بيوت صح ما نعطي لك قاعد ابراهيم شكوى اربعه باينه راح تخرج اربعه تبعبع باينه على كيفاش باينه باينه اعطينا في جنب
والله انت تضامن مع نقول لك علاش باسكو نشوفو يدور في الكواليس قبيله هضر على الكواليس انا نشوفو انا شفته يدور في الكواليس واش راه يدير تاعنا باش ينجح لازم الكواليس خليك لا سيدك انا عاد الكواليس اللي الكواليس اللي هضر عليهم هو عطونا الاجابه فيها قطر الرابعه ما فهمتش يا خويا الله اسمح لي كش ماك دير كش ماك يا خويا شوف تحب لا دنيير فوا هو طرحت لنا انت سؤال في الاسبوع الماضي صادق جمعاوي قال لي بريمير كوب دي موند 1934 وانا قلت له 1930 وداوها لريغواي ولعبوها في لريغواي وتقدر تفيريفي ومام كي عطى التشكيله تاع منتخب البرازيل الاخ مراد انا قلت له غارينشا احنا تكلمنا على 58 62 مرتين على التوالي اللي ربح فيهم بريزيل لا كوب دي موند وغارينشا كان حاضر وكان احسن لاعب في 62 احنا هضرنا على 70 هكذا قلنا قلنا منتخب ابراهيم كان حاضر هضرنا على منتخب 70 هكذا وقلنا هاي التشكيله تاع منتخب 70 هو هو دائما يحب يزيد الدخل هكذا هو دائما يحب يزيد الاضافه إضافات تاعو إيجابية في الأغلب الأحيان. دونك هذيك في السبعين غارينشا ما كانش. حنا ما تكلمناش على السبعين. تكلمنا المرتين المتتاليتين. ربي يجازيك. ريم كنا نحكيو باش نختمو. كنا نحكيو على المرافق الثقافية الملحقة للملاعب والمجال الرياضي في قطر. Exactement. Donc إلى جانب كأس العالم وإلى جانب المباريات qui ont été jouées pendant la Coupe du Monde. Certaines activités culturelles ont été organisées en marge de la Coupe du Monde. Donc, les Ashraf Aliha, c'est le Qatar Museum. متاحف قطر نعم اللي تشرف عليها الشيخة المياسة بنت حمد آل الثاني اللي نحييها بهذه المناسبة اي جيو لوكازيون دو فيزيتي Non, je parle de mon expérience. Lienard زرت المتاحف زرت متحف الفن الإسلامي اللي هو يبرز روائع الثقافة الإسلامية من القرن السابع إلى القرن التاسع عشر. C'est juste incroyable. Donc, et c'est un musée qui est vraiment moderne. Où تم تحديثه récemment. Où d'ailleurs j'ai eu l'occasion de voir que nous-mêmes Moussedeset من الجزائر مزخرفين بالجو الجزائري تو دونك سا في توجور بليزير دافوار اون توش هكاك الجيريان فوالا كاين متحف قطر الوطني كاين حدائق تاني لي زونفون مثل حديقه دادو اللي تم تدشينها خلال كاس العالم دونك فوالا تو سا سكي افي لا ريوسيت تو هو كل اكزاكتومون سو ني با اونيكمون علاش كنقول لك فوالا سي كوا لا ديفيرونس ولا كيس كي ديفيرونسي لا كوب دو موند او قطر de celle en Russie ou là de celle qui a été organisée au Brésil ou là en Afrique du Sud, c'est aussi le côté culturel, les événements. Donc, on peut y aller en famille. Ce n'est pas uniquement juste pour aller voir le Moubarayet. On peut y aller entre chaque match. D'ailleurs, comme les matchs, on pouvait voir plusieurs matchs par jour parce que le Malaheb, قريبة على بعضها elles étaient à l'estade était à proximité ce qui sera pas le cas en 2026 parce que il y aura trois pays exactement voilà donc بيت شعري وديه لاخ حاضر معنا في البلاطو اخ وصديق قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه جاوبوا يا إبراهيم لشاعر أبو نواس إبراهيم ما قلنا عساك باش نختمه باش نقول لك نقول لك متنبي يلا لكل امرئ من ظهره ما تعود وعادات سيف الدولة الطعن في العدا كل واحد وطبيعته الله يبارك صبرينا عندك بيت شعري يلا با فورسيمون بيت مي حبيت نقول باللي التواضع سيما يعرفها الا الكبار ويعطيكم الصحه على تواضعكم ربي يجازيك ربي يسترك ان شاء الله مراد تفضل وكائن ترى من صامت معجب زيادته او نقصه في التكلم الله خلاص رمضان انا تاخذ رايي
حبس له كونيكسيون لهذا ولهذا وفليكسي لي 200000 مليحه با سوسي. انا سعيد جدا بتواجدي معكم، يعني كان ان بلاطو تري انتريسون انستركتيف، يعني تعلمنا كثير من الامور و ميم طون تحدثنا على كثير من القضايا، ونتمنى نرجع مره اخرى ان شاء الله وبالتوفيق لكل الزملاء. جزاك صبرينا، قولي كلمه حلوه باش نكملوا. فوالا يعطيكم الصحه، سما فان بليزير توجور ان بليزير. يعطيكم الصحه انتم ثاني، نشوفكم الاسبوع القادم دائما في النشاط الحيويه ودائما بحضور بوطاجين وطبيب بالعزوق، ثنائي رائع. يعطيكم الصحه.